بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 14. هذا غلط كبير. إنما يقول فلان فيه جاهلية أو أهل البلد الفلاني عندهم جاهلية، ممكن. الأولى الفخر بالأحساب، والمراد والأحساب جمع حسب وهو الشرف، الشرف. كانوا في الجاهلية يفتخرون بأفعال آبائهم ويعقدون لذلك المفاخرات، كل يفتخر بأفعال آبائه، وهذا لا يجوز الفخر بأعمال الآباء، لأن ذلك معناه احتقار الآخرين، وأيضا معناه أن الإنسان يتكل على أعمال آبائه ويكتفي بأعمال آبائه، وأعمال الآباء لا تنفع الأبناء والأحفاد، وإنما الذي ينفعهم أعمالهم هم التي يقومون به. ولهذا يقول الشاعر: إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. كان أبي هذه ما تنفع، أو كان جدي، أو كان آبائي يعملون كذا وكذا، ويريد بذلك ترفع على الناس بعمل ليس له، إنما هو لغيره. ولهذا سيأتي أن من مسائل الجاهلية أيضاً أنهم يفتخرون أنهم أبناء الأنبياء، فأنزل الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كل له كسب، وكسب آبائك لا ينفعك إذا كنت لم تعمل شيئاً، لا ينفعك عمل غيرك. فالواجب أن المسلم يعتني بعمله هو، ولا يتكل على أعمال آبائه وأجداده، فإن فعل ذلك فإن هذا من أمور الجاهلية التي نهينا عن التشبه بها. هذه واحدة. الثانية الطعن في الأنساب، هذا من أمور الجاهلية، أن الإنسان يتنقص أنساب الناس ويقول فلان ابن كذا وكذا من باب التنقص له، فلا يجوز تنقص أنساب الناس. حتى وإن كان الإنسان ذا نسب رفيع فلا يجوز له أن يتنقص أنساب الآخرين وإن كانت أقل من نسبه، لأن الفخر ليس بالأنساب وإنما الفخر بالتقوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ففائدة الأنساب التعارف فقط، أن تعرف أنك من قبيلة كذا وكذا، من أجل الصلة، صلة الأرحام، ومن أجل التعاون على البر والتقوى، تعارف فقط. أما الفخر بالأنساب فهذا لا يجوز، ولا يجوز تنقص أنساب الآخرين، لأن النسب لا قيمة له عند الله، وإنما الله جل وعلا ينظر إلى الأعمال، فمن كان تقيا فإنه كريم عند الله جل وعلا وإن كان نسبه ليس بذاك، ومن كان فاجرا فإنه وضيع عند الله وإن كان نسبه رفيعا عند الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال إن أكرمكم عند الله أشرفكم نسبا، فقال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. ما حد يسأل عن أخيه، حتى ما يسأل ولا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن ابنه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا تملك نفس لنفس شيئا، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يسأل بعضهم بعضا: أنا أخوك، أنا أبوك، أنا ابنك. الأمر أكبر من ذلك، كل مشغول بنفسه. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وإن كانت أنسابهم في الدنيا ليست رفيعة، ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. وإن كانت أنسابهم في الدنيا رفيعة فالآخرة ليس فيها أنساب، وإنما فيها أعمال خير أو شر.
ليس فيها أنساب. ويكفيكم أن تتأملوا في أفاضل الصحابة مثل بلال ابن أبي رباح الحبشي رضي الله عنه، سلمان الفارسي، صهيب الرومي، عمار ابن ياسر وأبوه وأمه رضي الله عنهم، هؤلاء كانوا مملوكين مماليك، إلا سلمان رضي الله عنه لم يكن مملوكا، لكن لم يكن عربيا، كان فارسيا. وهؤلاء من سادات الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. ولم ينفع أبا لهب نسبه أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أشراف قريش، بل أنزل الله فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خاب وخسر، ما نفعه نسبه وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ضر هؤلاء أنهم ليس لهم أنساب مشهورة عند الناس، وإنما أكرمهم الله بأعمالهم الصالحة وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم له. وليس معنى هذا أن الأنساب تترك ولا يعتنى فيها ولا تعرف، لا، تعرف الأنساب، ولكن ليس الغرض منها التفاخر، إنما الغرض منها كما قال الله لتعارفوا، الغرض منها التعارف فقط. هذه الثانية. الثالثة الاستسقاء بالأنوى أو النجوم. من عادة الجاهلية إذا نزل المطر ينسبونه إلى النجم ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسبب، الباء سببية، أي بسبب طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني، فيعلقون الأمطار بالنجوم طلوعها أو غروبها، ولا ينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، فلا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، وإنما يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فينسبون الأمطار إلى الأنواء. وهذا من عادات الجاهلين، والواجب أن ينسب المطر وجميع النعم إلى الله سبحانه وتعالى ويشكر عليها سبحانه. أما المواقيت، مواقيت نزول الأمطار، فلا ينسب إليها المطر، وإنما ينسب إلى منزله سبحانه وتعالى. فهذا من أمور الجاهلية، وهذا سبق دراسته في كتاب التوحيد في باب الاستسقاء بالنجوم. والأمر الرابع النياحة على الميت. النياحة رفع الصوت بالبكاء على الميت، بالبكاء والعويل على الميت وتعداد محاسنه وإظهار الجزع على فقده، هذا من النياح بالقول. وقد تكون النياحة بالفعل مثل لطم الخدود، شق الجيوب، وحلق الشعر. من عادات الجاهلية أن نساءهم تشق جيوبها أو تلطم خدودها عند المصيبة أو تحلق شعر رأسها. قد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة.
الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران وهو القار لشدة اشتعاله والعياذ بالله، ودرع من جرب وهو المرض الجلدي المعروف الذي يقلق الإنسان إذا أصابه، يجتمع عليها عذابان: عذاب الاشتعال بالقطران وعذاب الجرب، صلى الله العافية، بسبب النياحة التي كانت تزاولها في الدنيا إذا مات الميت، لأن الواجب عند موت الميت الصبر والاحتساب والاسترجاع، هذا هو الواجب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الواجب عند المصائب الصبر والاحتساب وعدم الجزع والتسخط لقضاء الله وقدره. وأما أن الإنسان يتألم في نفسه، يجد يعني الألم في نفسه أو يبكي، هذا لا حرج فيه، أن هذا لا ليس باختياره، لكن يتصبر ولا يقول إلا خيرا، الكلام على ما ينطق به اللسان. أما كون القلب يحزن والعين تدمع، هذا لا يؤاخذ الله تعالى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المحرم هو النياحة بنوعيها، النياحة بالقول أو النياحة بالفعل. ويدخل في هذا ما تعمله بعض الدول الآن من لبس السواد، تنكيس الأعلام، تعطيل الأعمال، والوقوف حداداً على الميت، وقوف دقائق، هذا كله من أعمال الجاهلين وليس هو من عمل المسلمين. هذه الأربع هي من أمور الجاهلية التي يجب على المسلمين تجنبها والحذر منها، وكل ما كان من أمور الجاهلية فإنه محرم. نعم. من أجل فضائلهم التي المزعومة، يعني ما هي فضائل لكن هم يعتبرونها فضائل، وهو البغي، والبغي معناه التعدي، فهم يفتخرون بتعدي بعضهم على بعض، فكل قبيلة تغير على القبيلة الأخرى وتسلب أموالها وتسبي نساءها وتقتل رجالها، ويعتبرون هذا من الفخر، يفخرون به. هذا من أمور الجاهلية. الله جل وعلا يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، تعدي على الناس بغير مبرر وغير سبب يبيح القصاص، وهذا لا يسمى بغي. البغي هو التعدي بدون مبرر شرعي،
يفتخرون بتعديهم على الآخرين أفراداً وجماعات، والغني يسلط على الضعيف، يعتبرون هذا من مفاخر الجاهلية. فجاء الإسلام بتحريم البغي، تحريم البغي على الناس حتى على الكفار، ما يجوز البغي عليهم، تعدي عليهم بغير حق، خصوصا إذا كان لهم عهد وذمة وأمان عند المسلمين، فلا يجوز خيانة العهود وتعدي على من لهم عهد وذمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال في الآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز البغي على المسلمين والضعفاء والمساكين، ولا يجوز البغي على الكفار الذين لهم عهد وذمة وأمان عند المسلمين. كل هذا من البغي المحرم. قال تعالى: وإن طائفتان، يعني لو حصل بين المسلمين بغي وجب على أهل الإيمان أن يتدخلوا لمنع البغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يجب على المسلمين أن ينضموا إلى إمامهم في قتال الفئة الباغية حتى تخضع لحكم الشرع وتقبل الوساطة والصلح وتسوية النزاع. هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فلا يجوز للمسلمين أن يتركوا المتنازعين يتقاتلون ولهم قدرة على حجزهم والإصلاح بينهم. ولهذا قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بموجب الأخوة يجب منع الباغي عن بغيه وكف المعتدي عن عدوانه، وأن ينضم المسلمون إلى المبغي عليهم والمظلومين حتى يمنعوا الظلم والعدوان عنهم. نعم. ثانية وتسعون: أن أجل فضائلهم الفخر، ولو بحق فنهي عنه. سبق هذا الفخر بأعمال الآباء والأجداد والقبيلة أو حتى بأعمال الإنسان نفسه. ما يجوز للإنسان أن يفتخر بأعماله ولو كانت أعمالا طيبة وأعمالا صالحة، لا يجوز له أن يفتخر بها ويتطاول بها على الناس ويقول: أنا لي فضل، أنا أعمل كذا وكذا، أنا لي محاسن ولي أعمال ومشاريع. لا يجوز للإنسان أن يعجب بأعماله وأن يفتخر بأعماله على الآخرين، فكيف يفتخر بأعمال غيره، بأعمال أجداده وآبائه؟ هذا أمر لا يجوز. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولهذا عاب الله على اليهود، قال: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله
فلا يجوز للإنسان أن يفتخر بأعماله أو أعمال آبائه أو أعمال قبيلته أو أعمال أهل بلده، هذا أمر من أمور الجاهلية، افتخار بالأعمال من أمور الجاهلية. وأيضا الافتخار بالأعمال يبطل ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، لأنها تصبح أعمال رياء، أعمال سمعة. فالواجب على الإنسان أن يتواضع وأن لا يعدد أعماله ومحاسنه ومشاريعه، بل يتواضع لله سبحانه وتعالى، وأن يعتبر هذا نعمة من الله عليه فيشكر الله على ذلك. نعم. نعم، كون الإنسان يتعصب لطائفته أو لقبيلته سواء كانت على حق أو على باطل، هذا أمر من أمور الجاهلية. فالواجب أن الإنسان يلزم العدل مع نفسه ومع أقاربه ومع أعدائه، يلزم العدل مع أصدقائه ومع أعدائه، يلزم العدل، ولا يحمله العصبية أن يعين قبيلته وإن كانت على باطل، هذا هو التعصب الممقوت. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالواجب على الإنسان أن يقول الحق ولو على نفسه ولو على أحب الناس إليه وأقرب الناس من آبائه أو قبيلته، ولا تحمله العصبية على أن ينحاز إلى قومه أو إلى قبيلته أو إلى أقاربه وإن كانوا ظالمين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، كيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصره، تمنعه من الظلم فذلك نصره. فدل على أن الانضمام إليه في الظلم ليس نصرا له، وإنما هو ضرر وإغراء له بالعدوان. أما إذا حجزته فقد نصرته، إذا حجزته عن الظلم فقد نصرته، لأنك أحسنت إليه، منعته من العدوان ومنعته من الظلم ومن الإثم. أما في الجاهلية فكانوا على العكس، كانوا يتحيزون لقبائلهم وإن كانت ظالمة، حتى قال شاعرهم: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. غزية قبيلة، يقول: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فهو معهم على الحق والباطل، هذا من أمور الجاهلية. الواجب أن تكون معهم إذا كانوا على حق، وأن تمنعهم إذا كانوا على باطل، وإذا لم تستطع منعهم فعليك أن تعتزلهم ولا تشاركهم في العدوان.
كما قال الله تعالى عن اليهود: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. هذا هو من باب التعصب، يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، فهم يردون ما مع غيرهم من الحق تعصبا، ويؤيدون ما مع جماعتهم وإن كان باطلا تعصبا. وعلى هذا فما يجري بين الناس الآن من التفرق والتحزب والانقسام، وكل أتباع حزب أو كل أتباع حيز من الناس ينتصر لحزبه وإن كان على خطأ، وينكر ما مع الآخرين من الحق من باب العصبية، فهذا من أمور الجاهل. عصبية من أمور الجاهل، لا يجوز التعصب للباطل من أجل نصرة قريب أو حزب أو جماعة، وإنما يجب اتباع الحق مع من كان، هذا هو واجب المسلم، خلاف ما عليه أهل الجاهلية من كتابيين وأميين، لأن الحق ضالة المؤمن أين وجده أخذه. ولا يجوز، يعني لا يجوز الجزم لواحد من الناس أنه معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يأتي إلا بالحق، أما غيره هو عرضة للخطأ والصواب، فيقبل ما كان صوابا ويرد ما كان خطأ، هذا هو واجب المسلمين، لأن رائدهم الحق. إذا كان صاحبك على خطأ فالواجب أنك ما تناصره على الخطأ، وإذا كان عدوك على حق فلا يجوز لك أن تجحد الحق لأنه مع عدوك، الواجب أنك تقبل الحق، أن الحق هو ضالة المؤمن، يعني الشيء الذي يبحث عنه المؤمن هو الحق، فأين وجده أخذه، هذا سبيل المؤمنين. نعم. هذا من أمور الجاهلية، وهي أخذ الرجل بجريرة غيره، إذا اعتدى واحد من القبيلة كانوا يأخذون غيره من أشراف القبيلة، وقد لا يكتفون بواحد بل يأخذون عددا، هذا من أمور الجاهل. لو قتل شخص من قبيلة شخصا من قبيلة أخرى، وكان القاتل ليس بالشريف، إنهم لا يذهبون إلى القاتل وإنما يأخذون من هو أشرف منه ويقتلونه بغير حق، بل قد لا يكتفون بواحد بل يقتلون جمعا كثيرا من القبيلة الأبرياء، هذا من فعل الجاهلية الذي جاء الإسلام بتحريمه، وهو من البغي والعدوان. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يجوز أخذ الإنسان بذنب غيره، وإنما كل يؤخذ بذنبه فقط، هذا هو العدل الذي جاء به الإسلام. ولهذا الإسلام ولله الحمد الذي يطبق الآن في هذه البلاد، أن القاتل هو الذي يؤخذ بجريمته ويقدم ويقاد لأولياء القتيل، إن شاءوا عفوا عنه مجانا، وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية، وإن شاءوا اقتصوا ولا يؤخذ غيره من القبيلة، هذا حكم الإسلام. وبذلك استتب الأمن ولله الحمد وحقنت الدماء. أما من أخل بذلك
فإن الأمر يزيد شراً، تشتعل الفتن والحروب كما هو موجود الآن في البلاد التي اشتعلت فيها الفتن والحروب، كله بسبب عدم العدل في معاقبة المجرمين ومؤاخذة كل مذنب بذنبه، فصارت كل حزب أو كل قبيلة تريد أن تثأر لنفسها من القبيلة الأخرى وتأخذ الأبرياء. الآن كما تسمعون الجماعات التي صارت تذبح الناس، تقتل الناس الأبرياء وكبار السن والأطفال، هذا من أمور الجاهلية. إن كان لكم حق طالبوا بحقكم، أما أنكم تأخذون الأبرياء والمساكين وكبار السن والأطفال والنساء تذبحونهم كما تذبح البهائم، فهذا من أمور الجاهلية، ليس هذا من الجهاد في سبيل الله كما يسمون، هذا من أمور الجاهلية، وهذا لا يجر إلا شرا، وهذا لا يجوز نسبته إلى الإسلام، بل يجب نسبته إلى أهل الجاهلية، أن هذا كان من أمور الجاهلية. أسأل الله العافية والسلام. نعم. من مسائل الجاهلية تعيير الرجل بما في غيره من أقاربه، ولذلك لما قال رجل لعمار بن ياسر رضي الله عنه يا ابن السوداء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، فدل على أن من عير الإنسان بلون أبيه أو لون أمه أو فعل فعله أبوه أو فعلته أمه فإن هذا من أمور الجاهلية، فلا يجوز مثل هذا الأمر. عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، مع أن الذي قال هذه الكلمة من أفضل الصحابة رضي الله عنه، لكن لما قالها قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فدل على أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية، وهذا من باب التحذير، وأن الإنسان لا يزكي نفسه، عليه أن يبتعد عن أمور الجاهلية، ومن ذلك تعيير الإنسان بفعل غيره أو بما في غيره من سواد اللون أو غير ذلك، أو الحرفة، أن يكون أبوه أو جده يحترف حرفة دنيئة فيعير بحرفة آبائه وأجداده، هذا من أمور الجاهلية. نحن لا نبحث عن النقائص والعيوب، بل علينا أن نعدل مع الناس. نعم. من مسائل الجاهلية الافتخار بولاية البيت، كانت قريش تفتخر بأنها هي التي تقوم على شؤون المسجد الحرام، تطعم الحجيج وتسقي الحجيج من بئر زمزم، السقاية والحجابة والرفادة، الرفادة إطعام الحجيج، والحجابة حجابة الكعبة والسدنة الذين يحرسون الكعبة ويتولون شؤونها، والسقاية سقاية الحجيج من زمزم، يستنبطون الماء من زمزم ويسقون الحجاج في الحرم، كانوا يفتخرون بهذا، وهذا عمل جليل بلا شك، لكن لا يجوز الافتخار به، لا يجوز الافتخار به. خدمة الكعبة وخدمة المسجد الحرام وخدمة الحجاج هذه أعمال جليلة، لكن لا يجوز الافتخار على الناس بها، لأنه كما سبق لا يجوز للإنسان أن يفتخر بأعماله ويدل بها على الناس،
هذا من فعل الجاهلية، كما كانت قريش يفتخرون بخدماتهم التي يقدمونها للحرم وللحجاج، حتى بلغ بهم الأمر أنهم كانوا لا يقفون بعرفة وإنما يقفون بمزدلفة تكبراً بأنهم أهل الحرم ولا يخرجون من الحرم. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بعرفة، خالف أمر الجاهلية وأبطل هذه العادة الجاهلية، وأعاد الحج على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مستكبرين به، يعني بالحرم، الضمير في به يعود إلى الحرم، المسجد الحرام، وإن لم يذكر لأنه معلوم. فعاب الله عليهم ذلك، وأنهم لا يفتخرون بهذه الأعمال، بل إن بعضهم فضل أعمالهم على أعمال الجهاد في سبيل الله، بعضهم فضل أعمالهم في الحرم على الجهاد في سبيل الله والخروج في الغزو، قالوا نحن أفضل من الغزاة المجاهدين في سبيل الله. فأنزل الله قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. بشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الله جل وعلا أنكر عليهم افتخارهم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وتفضيلهم هذه الأعمال على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فكيف بالذي يفتخر بما يقدمه لأعمال الحج؟ وإن كانت أعمالا جليلة لكن لا يجوز الافتخار بها، لأن هذا من دين الجاهلية، يجب على المسلمين أن يتجنبوا وأن يحمدوا الله على أن جعلهم يقومون بهذا العمل وشرفهم بذلك ويشكروا الله على ذلك بدون افتخار وبدون تطاول على الناس كما كانت قريش تفعل ذلك. نعم. نعم، أهل الجاهلية يفتخرون بأنهم من ذرية الأنبياء، من ذرية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يفتخرون بأنهم من ذرية الأنبياء، يفتخرون على غيرهم. فأنزل الله جل وعلا لما قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآيات، إلى قوله تعالى تلك أمة قد خلت، يعني هؤلاء الأنبياء أمة قد خلت لها ما كسبت، أعمالها خاصة بها، ولا ينفعكم إلا أعمالكم، ما تنفعكم أعمال آبائكم. وهذا من جنس ما سبق في أن الإنسان يفتخر بعمل آبائه، يفتخر بحسبه، فخر بالأحساب، كون الإنسان يفتخر بفعل آبائه هذا لا ينفعه عند الله، وإنما النظر إلى عمله هو. تلك أمة قد خلت، يعني مضت، لها ما كسبت، أعمالها لها. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أعمالهم الجليلة عند الله ولهم مكانتهم عند الله، لكن لا تنفعكم أعمالهم ما لم تتبعوه وتؤمنوا به. ولهذا قال جل وعلا للمؤمنين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى آخر الآية.
فمن افتخر بالأنبياء وهو لا يتبعهم ولا يؤمن بما جاءوا به فإنهم لا ينفعونه بشيء ولا ينفع الإنسان عمل غيره مهما كان عمل غيره جليلا أو نبيا أو وليا ما ينفع لا ينفعك إلا عملك. ولهذا أنكر العلماء على الذين يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون بجاه النبي أو بحق النبي يقولون حق النبي وجاه النبي هذا له عليه الصلاة والسلام ولا ينفعك هذا إنما ينفعك عملك واتباعك له ومحبتك له هذا الذي ينفعك. أما جاه النبي وعمل وحق النبي فهذا عمل له هو صلى الله عليه وسلم فكيف تسأل الله بعمل غيرك بعمل لم تعمله أنت فلا ينفعك عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاه النبي ولا حق النبي ما يعمل ما ينفعك إلا إذا اتبعته وآمنت به هذا عملك أنت تؤجر عليه وتثاب عليه. فالتوسل بالجاه أو بالحق حق الشخص أو بجاه نبيا كان أو وليا هذا من أمور الجاهلين الذين يفتخرون بأنهم أولاد الأنبياء. والآن فيه من يفتخر بأنه من أهل البيت وهو من أفجر الناس لا يصلي أحيانا ولا يصوم ولا يعرف من الإسلام إلا أنه من بيت النبي ويبي من الناس أيضا أنهم يتبركون به ويلحسون رجليه ويعملون معه الأعمال التي يترفع بها على الناس وهو ليس له عمل يكتفي بأنه من آل النبي أو من بيت النبي هذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. ما نفع أبا لهب أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ضر بلالا وعمارا وصهيبا أنهم مماليك ليس لهم نسب مشهور ما ضرهم هذا ولا زيد بن حارثة رضي الله عنه حب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضرهم هذا ولا نفع من لهم نسب شريف ما نفعهم لا ما نفع أبا جهل كونه من قريش ولا الوليد بن المغيرة كونه من قريش ولا أبا لهب كونه عم الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعه ماذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا بل قال لأقرب الناس إليه يا صفية يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. مجرد القرابة أو مجرد النسب نسب أهل البيت لا ينفع مع عدم العمل الصالح. الذي يتكل على مجرد الانتساب وأنه من أهل البيت ولا يعمل هذا ضايع عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من أمور الجاهلية هم الذين يفتخرون بأنهم من أبناء الأنبياء ويعطلون الأعمال ويتكلون على أنهم من أولاد الأنبياء ويظنون أن هذا سينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. من أمور الجاهلية الافتخار بالصنايع والحرف واستهجان أصحاب الحرف الأخرى كأهل الرحلتين رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام وكانت رحلتان لأهل مكة للتجارة يرحلون إلى اليمن في وقت الشتاء لأن اليمن دافئة ويرحلون إلى الشام في وقت الصيف لأن الشام باردة ويأتون ببضائع ويعتبرون أن هذه الرحلتين هي أفضل الأعمال ويفتخرون على المزارعين الذين يشتغلون بالزرع يتنقصونه أدل على أن تنقص الأعمال المباحة والافتخار بالأعمال الأخرى أن هذا من أمور الجاهلية. كل ما أباحه الله سبحانه وتعالى من الأعمال والحرف
فإنه طيب ولا يجوز لأحد أن يفقر على أحد، لا يجوز للمزارع، لا يجوز للتاجر أنه يفقر على المزارع، ولا يجوز للمزارع أنه يفقر على النجار، ولا يجوز للنجار أنه يفقر على الحداد. كلها صناعات ولله الحمد وحرف شريفة طيبة، فيها كسب للعيش وفيها طلب للرزق، ما فيها شيء، فلا يفتخر أحد على أحد في المهنة، ولا يجب تنقص أصحاب المهن الأخرى إلا إذا كانت هذه المهن فيها دناءة، مثل الذي يكنس النجاسات والأوساخ، أو الحجام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسم الحجام خبيث، يعني دني، ما هو خبيث يعني محرم، دني، كما قال عن البصل إنه شجرة خبيثة، يعني أنها كريهة الرائحة، وليس معناها أنها محرمة. فإذا كانت الأعمال فيها دناءة، مزاولة النجاسات أو مزاولة